الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في قلب العاصمة السعودية الرياض. من هنا قائمة الخبابيش فالنسيا الكبير، هذه الأمسية يلعب بمامار داشفيلي، لا يختلف عليه اثنان، جاتوزو المدرب يمني النفس من المرينجي، دوري أبطال أوروبا بعد سنوات طويلة من الغياب، خاطئة من الحارس بين الفريقين، الكرة إلى رودريجو كمان يساعدها وخطأ احتساس بروعة على جهة اليمين إلى لوكاس فاسكيز، لوكاس يحاول تغطية الكرة لتوني كروس، عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية ميليتاو لكنها عالية وجاءت بعيدا، تأتي إلى ضربة مرمى اللي قدموا كرة قدم رائعة، محاولة وكرة لكن فيها تغطية أمام كلويفرت، جاستن كلويفرت ابن النجم السابق، بعد يحاول بنزيما مر، بنزيما مر، بنزيما مر، بنزيما مر، يا إلهي حلوة من بنزيما، يا سلام أي مهارة أي مرور، جميلة يا كريم، خطيرة باتجاه فينيسيوس إلى فالفيردي، تسديدة جميلة من فالفيردي لكن مرت تمريرة حلوة خطيرة لكن الدفاع يتدخل أخرى، ريال مدريد يحاول هجوم، لمسة حلوة حلوة لكن الدفاع تدخل بشكل أجمل لتشافي، طويلة خطيرة كاباني بالراس وكرة حلوة والتمريرات والكرة والفرصة والمرور، يا الله مستحيلة يا فالنسيا، الركنية لفالنسيا، العرضية لكن الدفاع كريم قبلك، لنمر لنمر تسديدة لكن في ميليتاو وأخرى بعيدة وعالية وإلى ركنية، فالنسيا يضغط، ريال مدريد يتراجع، سامويل لنمر أخرى لنمر لكن التغطية خطأ لمصلحة فالنسيا، نعم أكثر في هذه المباراة الكرة العرضية لكن الرأسية من جانب بحث عن الروس عن العرضيات عن كاباني لكن كامافينجا يتدخل، كروس يلعب كرة عرضية نحو القائم الثاني لكن مبارداشفيلي يتدخل، ابعاد فالنسيا عن طريق كوبرت ساعدها بعد ذلك فالنسيا، خطأ لمصلحته وأول انذار، نعم كامافينجا فينيسيوس عدى فينيسيوس مرة فينيسيوس فيني 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 ولكن الكرة عدت إلى ركنية حلوة اللقطة الماضية، فينيسيوس أي سرعة ما شاء الله، أي قوة لديه، أي شخصية عنده، جانبي لينو خاطئة خطأ يحتسب حكم المباراة، اليسار لمسة عند كريم، تمريرة فيها تغطية دفاعية لمن؟ ماما في المساحة، فينيسيوس تعثر توري، تغطية تدخل خطأ على موسى، خطأ على يونس، فيني يحاول فيني فيني، فينيسيوس عودة لبنزيما لكن الكرة على شيء، مدافع حلوة لكريم، بنزيما يحاول يمر وكرة وصافرة وركلة جزاء، نعم نعم ركلة جزاء لريال مدريد، ليك 7 بنزيما 5، بنزيما مع اللقطة، بنزيما البلانكو 1-0 مرنجي جميل، كريم يسجل هدف أول، أول أهداف القمة من علامة الجزاء لكريم بنزيما اللي قبل هدف، وبالتأكيد المسألة أصبحت صعبة عليه، المدريدية الكبار السابقين حاضرين كل في دوره في الفريق، عودة إلى روديغر، سهلة لتيبو كورتوا، لمسات لعناصر فالنسيا، خطأ احتسب الحكم، نعم موجود على فالفيردي، خطأ على فالفيردي، تدخل كان في اللقطة، محاولة ذكية خطيرة وكاباني، يا إلهي يا كاباني يا كاباني، هي التسلل اللقطة الماضية حلوة 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 جميلة، لعبة لعبة في منتهى الروعة، كان يتسلل على كلويفرت، هي ذكية إلى النهائي وانتظار الفائز من مباراة الغد، كاباني خطيرة عفوا يا خفافيش عفوا يا فالنسيا، نحن هنا أي عودة يا كاتوزو، الله 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 كلويفرت يا عيني كلويفرت، حلوة حلوة يا ولد حلوة حلوة يا فالنسيا، لمسة على اليمين اللي رودريجو، رودريجو بعت منه بدون خطأ، فينيسيوس يحاول، فينيسيوس كريم بنزيما تدخل انت شعبا
وقوة كبيرة في مواجهة الغريبين. فينيسيوس مع تيوري ناتشو، تمريرة الرد لكن أيضا تدخل رائع في الجهة. كريم يحاول دخل منطقة الجزاء، خطيرة لمال اللي بصعت المورينجو والحارس مارداشفيلي. يا ولد يا ولد يا ولد، أي كورة لعب عرضية داخل المنطقة بالراس خطيرة، لكن عدت يا ناتشو يا ناتشو، خطيرة جدا لبصعت لوكا في وسط الميدان، ضغط عالي، ضاعت الكرة، تري تمريرة، محاولة خطيرة وتسديدة، ميليتاو يتدخل، خطيرة لمصعد فالنسيا، أي شوط ثاني يا فالنسيا، أي شوط ثاني للأصلي، محاولة لمصعد فريقية يا فالنسيا، الجهة اليمنى مون من توني، لكن اليمين خطيرة لمصعد لينو نفسه، لينو بعرضية أخرى داخل المنطقة، ميليتاو أكثر تتويجا بكأس السوبر ب 13 مرة، كافاري تمريرة بينية لكنها سهلة لكورتوا، من جانب كلويبر تمريرة خطيرة لكن ميليتاو أسرع. مانيتاو يؤمن عليه، فالفيردي يحاول مرور يحافظ على كرته، فالفيردي عرضيه لكن الدفاع حلوه كانت عاليه عاليه، هو كريم بنزيما القائد، لمسه من ميني، ميني يحاول الكثره غلبت على الجهه اليمنى، فالفيردي يلعب كره عرضيه، دفاع تدخل، جوري خلص الامور في الشوط الثاني، ام نذهب واياكم الى اشواط اضافيه؟ خطا لمصعد فالنسيا. فينيسيوس جونيور على جهه اليسار، تغطيه تدخل، خطا يحتسب حكم المباراه لمصعتي فينيسيوس، حاولات تستمر والبحث عن كرة عرضية خطيرة بالراس لكن عالية من كريم بنزيما. اوه مر بيني لكن عدى كريم لبينية لكرة لفرصة من الأول، أسينسيو خطيرة وتمريرة وفرصة لكن الدفاع يتدخل إلى ركنية لمصلحة ريال مدريد. لم يتبقى الكثير من الوقت هذه الدقائق القادمة، تحضير كرة فيني فيني بتسديدة، يا الله من سيحسمها من سيحسمها؟ بيريز يحاول يمر لكن تمريرة وكرة وفرصة وتسديدة، يا إلهي لسانت خطيرة. لوكا لفينيسيوس يحاول يمر، عادت بكرة قوية لكن عالية بعيدة وضربة مرمى بعيد، حاولة خطيرة لفالنسيا، بينية وكرة وفرصة، يا الله مش ممكن يا جماعة، ترقب وانتظار مع الركلة الأولى، كافاري واحد لفالنسيا، سجل إيدنسون، المحاولة للتعادل، بنزيما سجلها لريال مدريد، ركلة بركلة والفرصة أمام كورتوا، ضاعت الركلة الثانية يا فالنسيا، ضاعت مودريتش ومامرداشفيلي، مودريتش سجلها لريال مدريد، الثانية ناجحة يا مرينجي، رائعاً الفرصة الآن والكرة بروعة كبيرة من مريبا، مريبا في منتهى الهدوء، يا رايق يا مريبا، هاب أمام الخبير الألماني لوكا أو توني كروس، توني بهدوء، توني تركيزه، توني بعيون لفالنسيا والانتظار مع هذه الكرة أمام كورتوا، تسديدة وفالنسيا يبقى في الأمل ويعيد له، أسينسيو أمام مارداشفيلي، أسينسيو حطها في المرمى، اختارت ريال مدريد هدف العودة يا فالنسيا، أم هي لكورتوا؟ هي لكورتوا، هي لكورتوا، هي لمدريد.